مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي الكرام اينما كنتم اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منورني ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي واستاذكم استاد الاهلي. استاد الاهلي النهارده ان شاء الله محور الحديث فيه عن مباراه الاهلي ووادي دجله غدا ان شاء الله في الجوله 32 من الدوري العام. قبل ما ندخل في اجواء هذا اللقاء عايز اطمن كل عشاق ومحبي الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب الأسطورة، أسطورة كرة القدم المصرية قبل ما يكون رئيس النادي الأهلي، عايز أطمن كل محبيه وعاشقيه أن الكابتن محمود الخطيب الحمد لله النهاردة اجتاز العملية الجراحية الصعبة جدا جدا في العمود الفقري، والحمد لله كل الناس طمنتنا عليه. وأقول لكم كمان بالتفصيل اللي حصل النهاردة، أن الكابتن محمود الخطيب عمل عمليته بنجاح حسب تقرير أو حسب كلام البروفيسور الألماني ماير الطبيب المشرف على جراحة الأسطورة الكابتن محمود الخطيب. والحمد لله كابتن محمود الخطيب هيغادر المستشفى خلال 48 ساعة بعد الإفاقة ومتابعة الطبيب، حيث من المقرر إقامة رئيس النادي بأحد الفنادق لمدة لا تقل عن 10 أيام قبل الخضوع للكشف من جديد عن طريق الطبيب الألماني ماير، على أن يتوجه الكابتن محمود الخطيب بعد ذلك إلى أبو ظبي لتنفيذ برنامجه العلاجي قبل العودة إن شاء الله سالم إلى القاهرة. ده كان أول خبر، وأهم خبر النهاردة عندنا الحالة المطمئنة للكابتن محمود الخطيب. بكلمكم عن الكابتن محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية قبل ما يكون رئيس النادي الأهلي، يعني الكلام لكل محبيه وعاشقيه وجماهيره في كل مكان أينما كانوا، قبل الكلام المخصص لجماهير النادي الأهلي اللي أكيد كلهم قلقانين على هذا النجم وهذا الأسطورة الكبير جدا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. أيضا السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة السابق حرص على الاطمئنان على صحة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة بعد إجراء العملية الجراحية صباح اليوم والاطمئنان على حالته الصحية. قال العمري فاروق أن حالة الكابتن محمود الخطيب مطمئنة للغاية، وأنه تخلص من تأثير المخدر، وأن الطبيب الألماني ماير سوف يحدد برنامجه العلاجي زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، أن هو هيقعد 10 أيام وإن شاء الله بعد كده هيتوجه لأبو ظبي للبرنامج العلاجي أو تنفيذ برنامجه العلاجي. كابتن الخطيب أسطورة كبيرة زي ما قلت لحضراتكم، كل الناس مهتمة بصحته، شفنا قبل ما يسافر كان قد إيه متأثر بهذا التعب الشديد في ظهره، وكنا شفنا الحفلة اللي عملها كابتن محمود الخطيب لتكريم الرموز وكان قد إيه متأثر وما كانش قادر يقف طول اللقاء. فإن شاء الله إن شاء الله يرجع سالم بإذن الله لكل محبيه قبل ما يكون رئيس النادي الأهلي. ده قدام حضراتكم طبعا الكابتن محمود الخطيب وصور أرشيفية لهذا النجم وهذه الأسطورة الكبيرة في عالم الساحرة المصدرة المصرية والعربية والأفريقية أيضا كمان. هنطلع بره هذا الخبر، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يرجع بالسلامه الكابتن محمود الخطيب وينور بلده وينور النادي الاهلي.